بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء رسالة تهنئة إلى الرئيس المياماري المنتخب وين مينت، أشار فيها إلى أن الصين وميانمار تتمتعان بصداقة تقليدية وعميقة بين الشعبين. وقال شي جين بينغ إن البلدين يشهدان في السنوات القليلة الماضية اتصالات مكثفة ورفيعة المستوى تتسم بالتعاون العملي الواسع والتبادل الثقافي النشط والتنسيق متعدد الأطراف الوثيق، الأمر الذي جلب منافع فعلية لشعبي البلدين وقدم إسهامات إيجابية للسلام وازدهار المنطقة. وأضاف شي أنه يولي اهتماما بالغا لتنمية العلاقات الصينية الميانمارية، معربا عن رغبته في العمل مع نظيره المياماري من أجل توطيد الصداقة التقليدية وتعميق التعاون المربح للجانبين ودفع شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى مما يأتي بالمزيد من الرفاهية للبلدين والشعبين.